أهلا بكل متابعين بوابة الأهرام. في الفيديو ده هنتكلم عن التوقعات الفلكية خلال سنة 2022، وهنشوف تأثير ده على مواليد برج الميزان. مواليد الميزان خلال سنة 2022 الحظ بيحالفكم من أول السنة إن شاء الله في الناحية المهنية. أنا بشوف إنها سنة ممكن تحققوا فيها نجاحات هائلة، بس كمان في أوقات في شوية نصايح لازم أقولها لكم تنتبهوا ليها، بس ده ما يمنعش إن في فرص كويسة من أول السنة. لو بصينا على الناحية المهنية، وحابة أبدأ بالناحية المهنية لأنها ممكن في أول السنة تكون أفضل من الناحية العاطفية. المهنية المشتري في منزل العمل من أول السنة وبيفضل في منزل العمل لغاية 10/5، وده بيديكوا حظوظ حلوة في الشغل. تعرفوا في الوقت ده لغاية 10/5، من 1 يناير ل10/5، تعرفوا تنظموا وقتكم وجهودكم، وتعرفوا كمان توظفوا جهودكم في اتجاه سليم. هيكون عندكم إصرار انكم توصلوا لأهدافكم، وكمان عندكم قدرة انكم تعملوا طفرة في مجالكم المهني. ده لغاية يوم 10 مايو. لكن من أول يوم 11 مايو لغاية 28 أكتوبر، ده وقت مش قليل، المشتري في مواجهتكم، فضروري في الوقت ده تكونوا واخدين بالكم من حقوقكم وما تتسرعوش في توقيع أي أوراق أو عقود، وكمان ما تغمروش في الفلوس، وتحاولوا تنتبهوا أكتر لصحتكم، ما تهملوش أي عارض صحي، واحموا نفسكم من اي عدوى. دي كل النصايح اللي اقولها لكم في الفتره اللي هي من اول 11 مايو لغايه 28 اكتوبر. بس ده ما يمنعش ان في النص في حظوظ كمان. المريخ هيدخل يوم 20 اغسطس في وضع داعم في منزل الحظ بالنسبه لكم، فده بيديكم فرص للسفر، ولو عايزين تبدأوا تعملوا انترفيو في شغل مع جهات في الخارج أو بتخططوا للسفر هيكون وقت مناسب جدا، من أول 20 أغسطس لغاية 30 أكتوبر. مش بس السفر اللي فيه شغل اللي فيه حظ، لكن في الشغل كمان عموما تعرفوا أنكم تحققوا تطور في شغلكم، وعندكم تقدروا أنكم تلتقطوا الفرص اللي تعمل لكم فلوس اكتر كمان. يعني هي مش بس شغل وفلوس وسفر. فالناس كمان اللي في مراحل دراسية عندكم من اول 20 اغسطس لغاية 30 اكتوبر تركيز اكتر وقدرة على تحصيل المعلومات بصورة افضل. كل ده وقت كويس بالنسبة لكم، بس زي ما قلنا في فترة كده لازم تكونوا منتبهين اكتر لحقوقكم، اللي هي من أول 11 مايو لغاية 28 أكتوبر، ما تغمروش على كل الأصعدة. بالنسبة بقى للناحية العاطفية، احنا عارفين ان السنة بتبدأ وفينوس كوكب الحب بيتراجع، وده بالنسبة لكل الأبراج بيعمل حالة خمول عاطفي أو حب التمرد على الطرف الآخر، فحاولوا تكونوا بس يعني صبورين اكتر. بس مش فترة التراجع بس اللي مش لطيفة مع الميزان، لا كمان بعد كده هو حتى لما بيعاود سيره المباشر هو هيكون في وضع معاكس معاكو، فضروري عاطفيا سواء كنتوا بقى متجوزين او مرتبطين، هو وقت ممكن يكون فيه خلافات زوجية لغاية 6 او خلافات عاطفية لغاية 6 مارس. من أول 6 مارس فينوس والمريخ الاثنين بيتنقلوا يوم 6 مارس لوضع داعم ليكوا جدا لمنزل الحب، ويبدأ يبقى عندكوا طاقة عاطفية واستعداد للتفاهم أكتر واستعداد للصلح أكتر. فاصبروا وحاولوا تتحكموا في عصبيتكوا في الفترة الأولانية، لأن من بعد كده هيكون في فرص كويسة للتفاهم. في حاجة كمان طول السنة موجودة بتساعدكم انكم تتغلبوا على الخلافات، وجود زحل في وضع داعم ليكم بيديكم نضج اكتر في التعامل مع الطرف الاخر.
بس في نصيحة، إنه ممكن يكون في مشاكل زوجية برضو من أول 11 مايو ترجع تاني، من 11 مايو لغاية 28 أكتوبر، ده وقت ممكن يكون فيه تاني خلافات زوجية، فضروري تاخدوا بالكم في الوقت ده، تحاولوا تكونوا صبورين ومتسامحين أكتر. بالنسبة للناس اللي مش متجوزين بقى، امتى ممكن يكون في فرص للارتباط او للجواز؟ هيكون في شهر مارس، فينوس بتدعمكم في شهر مارس، فده ممكن يديكم فرص كويسة للارتباط. وكمان من اول 28 اكتوبر لغاية 19 ديسمبر برضو هيكون وقت مناسب لاتخاذ قرار ارتباط او قرار جواز، ويكون سليم ان شاء الله.